GPT الذي هو برنامج يقوم بإنتاج الصوت البشري، وهذا الصوت لا يمكن تفسيره وتمييزه عن الصوت الحقيقي لصاحبه. ب5 ثواني من نبضتك الصوتية قادر تخلق نموذج يحاكي صوتك بحدود نسبة 90%. ب8 صور لإلك لوجهك قادر تعمل صور اللي ينحط فيها وجهك محل مكانه بالطريقة اللي بدك إياها. فأنت صار عندك صوت مزيف وصورة مزيفة، أنت هلأ صرت قادر تعمل فيديو وتزيف أي حكي أنت بدك إياه. ونحن شفنا نماذج عديدة من هذا الشيء، ومنذكر منهم الصور المزيفة لاعتقال ترامب يلي تم إنشائها على برمجية اسمها ميد جيرني. هيدي الصور أثارت بلبلة جدا بأمريكا، حتى وصل البعض إنه يفكرها إنه حقيقية. ومن بعد هيدي الصور قامت ميد جيرني بجعلها خدمتها خدمة مدفوعة، حرصا على أن لا يتم استعمال هذه التقنية، التزييف العميق الديب فيكينج، من قبل أشخاص غير متخصصين.